فاصل بعد قليل مع أخونا أبو طلال، ونعود بعد قليل إن شاء الله. من الأخوان أسأل الله يحفظهم مستجدين في عالم السيجارة، يعني يقول أنا والله جديد وما أعرف الطيور نهائيا. فأنا نصيحتي للناس اللي يكون توه مبتدئ لا ياخذ طير يعني توه نفسه تقول وحش. الوحش يتعبه لأنه ما يعرف إلا إذا كان معاه صقار ويعرف شلون يدير الأمر معه، هذا عادي. أمه إذا ما الأغلب ما يعرف، اللي يكلموني ما يعرف، لو يعرف ما كلمني. فأنصحه ياخذ طير يعني يكون قرناس ويعرف، يعني لأن سبحان الله القرناس خاصة القرناس يعلم يعاون راعيه عليه. ليه يكون يعني أهم شيء إنه ما يخبط ولا يكوش، هذا نصيحة أخو لكم في الله، ما يخبط ولا يكوش ولا من الطيور اللي يصيح، ولا إنه ينقل الحمامة وينحاش فيها، ولا يعني يكون شغله شنو راكد وموله طيبة. حتى لو إنه ما يطير طيار يعني قوي قوي، أنا بتعلم توني داش في المجال هذا، أتعلم. لا تعلمت آخر الطير اللي بعدين أمه آخر الطير وحش ولا ما يعرف، وبعلمه أنا وأنا ما أعرف. ما أغلب الناس يترك حتى المجال هذا، المجال هذا يعني ما شاء الله لا قوه إلا بالله، يعني كله فضل الله خير على خير، مو مجال يعني ردة ولا مجال، فضل رب العالمين. يعني أغلب الناس تدشه يتوجهون تواجيه يعني توجيه طيب ومن علوم من فضل الله، يعني مرجلة وأخلاق وتعلمون أمور كثيرة بالدين بعد الله.